يأتوك بكل ساحر عليم. هنعمل بقى تحدي، أعظم السحرة في مصر قصاد سحر موسى وهارون. هما بيعتبروا سحر لكن هي معجزة، ومش عارفين إن كده اللي هما سبحان الله مسخرين لتنفيذ أمر الله عز وجل. الله يفتح عليك. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هم اللي اقترحوا شيء يزيد من استجابة الناس لسيدنا موسى، لأن هو يعني اتفقوا أن يحشر الناس إيه؟ ضح، يعني الناس هتجتمع وتشوف بنفسيها الفرق بين سحر السحرة وبين معجزة موسى. يأتوك بكل ساحر